كما أيضا يسعدنا مشاهدينا أن ينضم إلينا عبر الهاتف أيضا الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية. دكتور أرحب بك معنا في هذه التغطية. أهلا بحضرتك فندم. أهلا أستاذ المشاهدين. دكتور، يعني نتحدث في تغطيتنا الخاصة اليوم عن الدولة المصرية والحكومة وكيف اتخذت إجراءات احترازية خلال السنوات الماضية لتفادي الأزمات الاقتصادية التي تأتي أزمة تلو الأخرى بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وأيضا بعد كوفيد-19. يعني كيف ترى هذه الإجراءات؟ كيف نجح الاقتصاد المصري في الصمود في ظل هذه الأزمات التي لم تتجاوزها كبريات الاقتصادات عبر العالم؟ طيب، هو أولا الاقتصاد المصري يمكن فيه مرحلتين مهمين جدا شهدهم. أولا المرحلة الأولى مرحلة الإصلاح الاقتصادي اللي بدأت منذ 2015 بمجموعة من الإجراءات ومجموعة من القطاعات التي تمت فيها تطوير بشكل كبير، سواء كان قطاع الزراعة، القطاع الصناعي، قطاع التنقيب والبحث عن البترول، القطاع التنمية العقارية والعمرانية. ولكن وده كل ده أدى أنه اعتبارا من وجود أزمات اقتصادية عالمية ابتداء من أزمة كوفيد-19 في 2020، استطاع الاقتصاد المصري أن يكون لديه خطة من الإجراءات الاحترازية. ربما هذه الإجراءات تمت بفضل الإصلاحات الاقتصادية وفضل توفير السيولة أو الإمكانيات للاقتصاد المصري الذي يستطيع من خلاله أن يواجه هذه الأزمات الاقتصادية الكبرى يمكن اللي كان بتواجه العالم بشكل كبير جدا، ويمكن كافة دول العالم تأثرت سلبا بها. ماذا عن السلع الاستراتيجية دكتور؟ احنا بداية بس هو من الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية توفير السلع الاستراتيجية بشكل كبير جدا. وعندما نتحدث عن السلع الاستراتيجية بداية من القمح، من الذرة، الأقماح كلها، الحبوب والغلال، كل السلع الاستراتيجية استطاعت الدولة توفر لها. طب ده ناتج عن إيه؟ ناتج عن أنه كان خلال الفترة من 2017 بدأت الدولة تهتم ببناء صوامع جديدة. بدأت الدولة أنها تجدد وتحدث الصوامع القديمة التي كانت فيها إهدار للأقماح الموجودة والغلال بنسبة تفوق 25%. النهاردة إحنا لدينا مجموعة من الصوامع بكميات أو بسعة تخزينية أكبر وأفضل، استطاعت رغم من الأزمة الاقتصادية أو الأزمة الحالية الموجودة ما بين روسيا وما بين أوكرانيا، هم أكبر دولتين في إنتاج الأقماح على مستوى العالم اللي يطلق عليهم سلة غلال العالم. النهاردة لدينا احتياطي استراتيجي يغطي 6 شهور من كافة السلع الاستراتيجية، وعلى رأسهم طبعا القمح، لأن ده بالنسبة لنا سلعة يعني أساسية بكل المقاييس. نفس الحال أنه الدولة المصرية استطاعت أنها تستقطع مبلغ 130 مليار جنيه يكون لديها لمواجهة الأزمات الاقتصادية ومواجهة عملية التضخم. التضخم الموجود في السوق المصري ناتج نتيجة طبيعية لأنه مصر دولة مستوردة، لدينا فاتورة استيراد من الخارج متجاوزة 87 مليار دولار، في حين أنها كانت 70 مليار دولار. لكن استطاعت الدولة المصرية أنها تحاول أنها تخفض أو تقلل نسبة التضخم، نسبة ارتفاع. هنا دكتور، يعني في هذا الإطار التي تتحدث فيه تحديدا الآن، يعني جعل مصر في ترتيب ممتاز بين الدول في تعاملها مع هذه الأزمات، كيف ترى هذا الأمر؟ تمام. هو الدولة المصرية يمكن معظم المؤسسات الدولية أشادت بمواجهة مصر للأزمات الاقتصادية، خاصة أزمة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية، إن أنت استطعت في ظل هذه الأزمة إنك توفر السلع الاستراتيجية، توفر لديك الغاز، لديك الطاقة، لديك كل الموارد الطبيعية الموجودة داخل الدولة بدأت تتحرك بشكل طبيعي. ربما تأثرنا سلبا بالأسعار، ربما تأثرنا بزيادة في الأسعار، لكن ده ناتج عن زيادة في فاتورة الاستيراد. ولكن الدولة الإجراءات اللي خدتها، يعني يكفي أن نقول أن إجراءات ترسيم الحدود المصرية والتي استطاعت من خلالها أن مصر تتعاقد مع كبرى الشركات العالمية زي شركة إيني وبريتش بتروليوم اللي هتقوم بالبحث والتنقيب عن الغاز، استطاعت أن مصر تقوم باستفاء اكتفاء ذاتي من الغاز، بالضبط، من الغاز الطبيعي، وأنها النهارده بتصدر بتتجاوز 8.5 مليار دولار سنويا لتصدير الغاز الطبيعي. لو كان الامر ما فيش اصلاح وما كانش فيه امكانيه بعمل هذه الاجراءات، كنا النهارده على الاقل
بنستورد ما بين سنويا ما في الغاز الطبيعي فقط بعيدا عن مشتقات البرميل البترول، ان احنا بنتكلم على الغاز الطبيعي ما بين 12 الى 18 مليار دولار سنويا كعمليه استيراد. لكن النهارده احنا الموضوع انقلب، لا ده انا عندي اكتفاء وعندي طاقه كافيه يعني متعدده، وايضا عندي في نفس الحال تصدير بفائض تصديري 8.5 مليار دولار. فاذا الاجراءات اللي خدتها الدوله المصريه كانت كفيله انها تقلل الصدمات الاقتصاديه العالميه اللي بتواجه العالم ككل. نعم دكتور، بنشكرك جزيل الشكر دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاستراتيجيه والاقتصاديه، شكرا جزيلا لك.